اللهم أرني في من ظلمني آية إن كان قد ظلمني. إن الدعوة اتحققت نصا لدرجة إن أنا شفته بعد ما أطيح بيه. وغير دي الصحافة المصرية مجد الجلاد اللي كشف لينا بكل جرأة سبب اختفائه، واتكلم كمان عن المسؤول المهم وصاحب النفوذ القوي اللي خلاه يقعد في البيت. يعني مفيش حد حاول ان هو يقعدك في البيت او يحاربك والحد ده انت دعيت عليه والدعوة بتاعك اتحقق، ما حصلش حاجة زي كده؟ حصل. طيب ما هو ما سر اهو، ما ده اللي انا عايز اعرفه. يعني مين الشخص ده؟ شوفي اسما هقربولك ممكن الناس تعرفه، بس مش هقول اسم، لكن في الاخر هو شخص ذو نفوذ قوي جدا في الدولة. ذو نفوذ قوي ولا كان ذو نفوذ قوي؟ في هذا الوقت كان كان ذو نفوذ قوي جدا، بس هو مش موجود دلوقتي. يقدر يقول ولا يمنع ويسمع. موجود دلوقتي ولا لا؟ موجود في الحياة بس عايش، بس مش موجود في المنصب. وبعدين حصل انه نتيجة لبعض آرائي المختلفة مع الدولة في أحيان كثيرة جدا، وده بيحصل والمفروض يحصل، ودي ظاهرة صحية لو احنا بنقدر انها ظاهرة صحية. بس في حاجة انت كنت معارضها بالذات هي اللي خليته يعمل معك كده. ايه الحاجة اللي انت كنت معارضها؟ القصة ان هو قال بالحرف الواحد كده: مجدي الجلاد مش هيطلع في تلفزيونات تاني. الشخص ده قال كده؟ وصلتني، كانت مسج ليا، رساله ليا. هو بيبعت لك الرساله؟ هو قال اللي قاصد يبعت لك الرساله. قال له شخص يقول لك مين الشخص اللي قال لك؟ قال له في ذمه الله ما اقدرش اقولها. كان في الاعلام. كان في الاعلام وهو اللي وصل لك الرساله. وجات رساله ثانيه بعديها بشويه: لا ده هو هيتحبس. انا بقول كلام وقائع ويطلع حد يكذبني، هيتحبس. وكان محدد ايام محدده. مين اللي بلغك هتحبس فيه؟ مين اللي بلغك؟ نفس الشخص القريب منه جدا. مين؟ هقول لك اسمه تقولي ولا لا؟ ممكن. الاستاذ مكرم محمد احمد الله يرحمه، هو اللي بلغك؟ الله يرحمه. الله يرحمه، هو اللي جه قال لك. وكان خايف عليا. بس انت في الاخر عايز المصلحه. في مليون في المية، ما انا عايش في البلد اهوت وما عنديش اي مشاكل. انا مع الدولة. مع الدولة طول الوقت. ومش عدو ولا خصم، ولكن ولست معارضا، تصدقي بقى، ولكني اختلف في وجهة النظر في بعض القضايا. عايز اختم القصة دي. دعيت عليه بقى؟ دعيت عليه. قلت له ايه؟ قلت ايه؟ دعيت ربنا قلت ايه؟ شوفي، لما حد يراقبك يحاربك في رزقك وفي رزق اولادك وفي شغلك وفي بنتك وفي كل ده، فأنا في ليلة وأقسم بالله وربنا يحاسبني على ذلك، وأنا بصلي لقيت نفسي بسجد، وأنا ساجد وقعدت ساجد فترة طويلة، وقلت دعوة علمها لي حد من أهل الدين. لما حكيت له قلت: اللهم أرني في من ظلمني آية إن كان قد ظلمني. والسلام عليكم. سبحان الله، أحمدك يا رب وأحمد فضلك أنه والله العظيم يا أميرة إن الدعوة اتحققت نصا لدرجة إن أنا شفته بعد ما أطيح بيه. ومن المسؤول المهم اللي قعده في البيت للفضيحة الأخلاقية اللي كانت بتتدبر له عشان يقع فيها، كان في يوم من الأيام بيتحضر لك فضيحة أخلاقية كبيرة جدا. أكتر مرة مزبوط. بس يمكن دي أبرزهم. في مرة مع يعني وصوتها انتشر جدا في السوق. انا عايز اعرف المرحلة دي كانت ايام المصري اليوم ولا كانت ايام الوطن؟ ايام المصري اليوم. ايام المصري اليوم. ايه اللي حصل؟ سنة 2009. ايه اللي حصل؟ باختصار، لان يعني ما بحبش اخوض في المواضيع دي كتير، يمكن جالي تليفون بإلحاح، ساعات ربما ما أكون مشغول ما بردش على التليفون أو الكلام ده، فلقيت إلحاح شديد ورسالة: أنا محتاجة مساعدة من حضرتك. طبيعي زي ما بيحصل معنا كلنا وزي ما بيحصل معاك. بنت بعتت لك رسالة على التليفون بتقول لك أنا
أو ست محتاجة مساعدة وعندي مشكلة كبيرة جدا. سيدة. أمي عندها مشكلة كبيرة. والدتها عندها مشكلة. فرديت عليها قلت لها تحت أمرك ابعتي لي الأوراق والكلام ده. قالت لي عايزة أقابل حضرتك والكلام ده وكده لأن المشكلة كبيرة ودي مساعدة وده دوركم لوجه الله. قلت لها طبعا ده دور اتفضلي. فشرفتني في المكتب. فبدأ الأمر منذ اللحظة الأولى إنه في حاجة مش طبيعية. أنا 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 كمجدي بدماغي حسيت إن حاجة في حاجة مش طبيعية. إزاي؟ وكأن بتتعامل بطريقة مش طبيعية. البنت لبسها بطريقة الحاجات دي لبسها إيه؟ كانت لبسها إيه؟ مفهوم يعني لبسها إيه؟ درس يعني استنى بس قصير تقريباً أه يعني فحسيت إن في يعني إن هي مش يجي في مكان شغل يعني ده ما ده مشيش دي مش جاية عشان تطلب خدمة دي جاية عشان حاجة تانية. ففهمت من أول مرة. فأنا لا شكيت بس قلت ممكن استغل حياتها كده. أنا حكيت لي على مشكلة اللي وقفني إن في نقطة مش منطقية في المشكلة اللي بتحكيها لي عن مامتها. إن مامتها محتاج إن أنا أتوسط لها عند محافظ الجيزة بالتحديد وإنها ساكنة في الجيزة عشان شقتها كذا وكذا وكذا وهي معاها الحق. فأنا في أول لحظة قلت لها شوفي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتواصل مع أي مسؤول بس دايما بقول له كلمة واحدة بس لو الشخص ده له حق إديهوله ملوش حق يشرب قهوة ويروح. حق بالقانون يعني. أيوه. فقلت لها في هنا ثغره هنا انا مش فاهمها. فحاولت تجيبها كده وكده. فالمهم قعدنا حوالي ساعه وشويه نتكلم. وبعدين فوجئت بيها قامت وقفت. فقالت لي ممكن استاذن؟ قلت لها براحتك حضرتك تتفضلي بس يعني ارجو انك انت تسدي لي الثغره دي عشان لما اكلم الراجل ده محافظ يعني وزير يبقى انا عارف انا بعت له حاله ايه والكلام ده. ايوه بس ليه حبيت تستاذن فجاه كده؟ ما انا جاي لك اهو. فقالت لي قلت لها فمشيت كده سلمت عليها ومشيت كده وبعد كده راحت راجعه تاني قالت ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قلت لها تحت امر. تطلب ايدك؟ لا لا ده ست طلعت كويسه يعني في الاخر. قالت لي ممكن تنسى خالص انك شفتني وتنسى تماما الكلام اللي حصل بيننا وبين بعض. قلت لها حاضر بس يعني ليه؟ بس ما لحقش حاجه تحصل بينكم يعني. لا هي واضح ان في حاجه جواها ضميرها صحي او حاجه. هي قالت لي كلمه واحده قالت لي انا لقيتك شخص كويس جدا وبتتكلم معايا بشكل انساني وعايز تساعد فعلا. فانساني لان انا كنت جايه لك. حد زقني عليك. مين بقى اللي كان بعتها؟ مين زقها عليك؟ قلت لها قالت لي اقسم بالله كان انا على مكتبي دايما المصحف راح تعدى على المصحف. قالت لي ما اقدر اقول لك لكن انا جايه لك. بس برضو فده ده 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 يعني ده. ماشي طب هي كانت جايه لك ليه؟ كانت جايه لك ليه؟ مش بتكلم على المشكله اللي جت حكيتها علشان اي فضيحه يعني اللي هي كانت هتعملها ايه الفضيحه اللي كانت هتعملها؟ ما اعرفش. ومن الفضيحة الأخلاقية اللي كانت بتتدبر ضده وربنا نجده منها للكلام عن السياسة وبالتحديد عن التوريث فترة الرئيس الراحل حسني مبارك. قصة مهمة جدا. قوليلي مع ولا ضد التوريث؟ ضد وده ثابت وإن كنت ومؤكد ومباين. وهو إيه اللي أثبت إن كان في توريث لغاية دلوقتي؟ أنا عايز حد في مصر يقول لي كان في مقدمات وشواهد بتقول أنه ربما يحدث. لكن انا اقول لك بقى سر ان الرئيس الراحل حسني مبارك قالها لي انا حرفا وش في وش وهو في السلطه في الحوار الصحفي اللي عملته. فسالته ما يشاع قال لي جمال ابني وهيفضل ابني نقطه مش انتوا بتشتغلوا بطريقه الكتابه والقلم والكلام ده. قلت له قال لي نقطه من اول السطر ما فيش حاجه اسمها كده هو ابني وبيساعدني خلي بالك وبيساعدني في الحزب. يعني ما كانش فيه توريث؟ ما كانش فيه خطة للتوريث؟ ما كانش فيه ناس بتسعى للتوريث؟ أميرة أنا جاي لك أهو أنا جاي لك أجاوبك أنا بقول لك اللي اتقال لي. طب ما قلتش ليه الكلام اللي ده؟ اللي اتقال لي أنا ما أعلنتش ليه عن الكلام الحوارات ده؟ الحوارات مع رؤساء الجمهورية بعد ما بتتعمل بتتكتب وترسل للرئاسة. ده مش تقليد وتتراجع ويراجعوها ده نظام ويراجعوها ويمديلك على ورقه. ففي حاجات الرجل واحنا قاعدين قال لي ده ليك انت. ليك انت دي تبقى اوف ريكورد خلاص بقى مش لانه قال لي اسرار اكتر من كده بكتير. ايوه طيب يعني
شايف انه كان في خطه للتوريث ولا ما كانش في خطه للتوريث؟ ما اصل الموضوع كان واضح، يعني الموضوع كان واضح. انا بالمنطق كان مصدر الصوره دي بالمنطق اللي انا كنت شايفه، كان في خطه للتوريث، بس انا بقول لك اللي اتقال لي. والدكتور مصطفى الفقي له واقعه شهيره جدا معايا انا، وهو لغايه دلوقتي يحكيها في كل حته، ان انا كنت بعمل برنامج برضو كان في رمضان، وسالته سؤال مباشر لمصطفى الفقي وهو كان قريب جدا. قلت له مش جبتها السؤال كده، كيف تتعاملون مع جمال مبارك في الدوله كلها؟ هل تتعاملون معه على انه جمال مبارك ام رئيس مصر الذي يحكم؟ وقلت له فكر دقيقه يا دكتور مصطفى. قال لك ايه قبل ما تجاوب؟ قال لي لا مش محتاج اي دقيقه، يعامل كرئيس جمهوريه. وده موجود، موجود زيها في التلفزيون. فبالتالي كان في شواهد، لكن انا شخصيا بقول لك اللي قاله لي حسني مبارك الله يرحمه. ومن التوريث لراجل كان بيلعب دور مهم وكبير قوي في الحزب الوطني، وهو احمد عز. وهل فعلا مجدي الجلايد بيكتب حاليا مذكرات احمد عز؟ طقطق باحمد عز دلوقتي ايه؟ هل فعلا بتكتب مذكراته؟ لا. بتكتب مذكرات احمد عز لا. دلوقتي؟ لا لا. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، ولو عرض عليا هكتبها. هتكتبها؟ شوفي الناس بتعتقد ان الصحفي دائما بتكون ليه مواقف سياسيه ثابته. لا، المساله حسب المرحله الزمنيه. يعني لو احمد عز المهندس احمد عز قال لي او عرض علي تكتب مذكراتي وهو في السلطه هقول له لا. بره السلطه هو شخصيه كانت مؤثره في وقت ما في جداً. تاريخ مصر جدا. مهنتي بتقول انك تارخ ده، ان انا ارخ ده واكتبه لفايده البلد دي كلها والناس طبعًا. والاجيال اللي جايه طبعا، لان انا دلوقتي شخصية مش كانت مؤثره جدا. دلوقتي هو مش في السلطه. وبالتالي زي ما هل بيسعى وراء السلطه مره ثانيه؟ لا ما بيسعى. لا لا خالص، مش عايز طبعًا. مش عايز. هو رجل اعمال كده، وبيننا وبين بعض نقاشات وحوارات طويله. وعايز اقول لك على حاجه، وده سر برضه. انا قلت له ليه ما بتكتبش مذكرات؟ ربما طمع صحفي. وده وارد طبعا. سكت كده شويه، قال لي لا انت مش هينفع. مش هينفع ليه؟ دلل له اسبابه. بقول لك انا اي شخصيه يمكن الاسرار اللي عنده برضو مش وقتها يتحكي دلوقتي. ربما ما تقدير الشخص نفسه. يعني مثلا انا شخصيا جيت اكتب مذكراتي قفلتها من الفصل الثاني كام سنة خلاص، وكانت دار النشر ومضوا معايا وكل حاجة من أكبر دور النشر. خلاص أنا مش هكتب دلوقتي، لكن في الآخر أنا أبقى سعيد إن أنا أرخ لفترة شديدة الأهمية طبعًا. والخطورة من تاريخ مصر طبعًا. مع شخصيات كانت تحكم مصر ولكنها الآن ليست في السلطة. ده عمل صحفي، أنا أتمنى إن أنا أكتب مذكرات. أميرة بدر واضح كده إنها عارفة أسرار كتير جدا عن مجدي الجلاد، وده لانها سالته وقالت له مين هو المسؤول المهم قوي اللي انت حطيت رجل على رجل في وشه؟ وقال لك احنا بنحترمك. حطيت رجل على رجل قدام مين؟ حطيت رجل على رجل في وش مين؟ لا 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 لا، ما بقصدش انا اعمل ده خالص. لا لا لا، في وش شخص ذو نفوذ سابق كبير. سابق ولا حالي؟ سابق. حطيتش رجل على رجل في وشه وقالك احنا بنحترمك؟ اوكي. في يوم انا فهمت انت قصدك على مين. اصل خلي بالك ده 35 سنة يعني. ما كتير. ما الاسرار على فكرة اسرارك مش هتكفي في حلقة. أوكي. اسرارك عايز 10 حلقات. انتوا انا معرفش. احنا اخترنا كم سر بس كده. انتوا بتجيبوا حاجات كم سر بس كده. اوكي طيب. السيد صفوت الشريف. الله يرحمه يا حسين. الله يرحمه. الله يرحم الجميع. الله يرحم الجميع طبعا. كان احيانا كده يقول لي ما انت ما بيكلمني يقول لي انت ما بتعديش ليه؟ ما بتعديش تشرب قهوه معايا ليه؟ مش انا ابوك. لا اكيد عايز حاجه، بيبقى عايز حاجه. مش بيبقى ما بتعديش تشرب معايا قهوه دي يعني عايز حاجه. اول ما يجي لي التليفون وهو رئيس مجلس الشورى بقى، لما بقى له كمان خلى مجلس الشورى حاجه تانية. انت فاكره هو شخصيه قويه فكان جدا، وكان بالتالي مجلس الشورى هو الملك للصحافه في مصر. كان القديم. ف
مش انا ابوك وابو الصحفي ما تعديش تشرب معايا قهوه ليه؟ بكره الساعه كذا تعالى اشرب معايا قهوه. فاعرف ان في حاجه. فادور على المصايب اللي انا ناشرها وكده. المهم فاروح اقعد معاه. طبعا قاعده كلها لطف وكل حاجه، في راجل سياسي يعني من الدرجه. مش هيقول لك هو عايز ايه غير وحضرتك ماشي. وانت ماشي على الاسانسير، هي دي طريقته. على فكره مختلفه او متفقه معاه، هو كان سياسي عبقري. اكيد اختلفنا معاه في حاجات واتفقنا. تمام. فقاعدين والكلام ده وكده، فقال لي في وسط الكلام يعني قبل ما يقول ايه المشكله او هو طالبني ليه او احنا نصرنا ايه. فقلت له انا عايز اسال حضرتك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له هو ليه بعض الاجهزه في مصر مش بتحبني؟ فقال لي شوف اللي انت قلته ده حقيقي، معظم اجهزه الدوله لا تحبك. طبعا مقصود بالاجهزه معروف، ولكن بتحترمك. فقلت له اوكي، ده الاحترام ده انا 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 مش عايزهم يحبوني، بس انا الاحترام ده عندي اهم حاجه في الدنيا كلها كده. كويس جدا. تمام. فراح معتدل كده في جلسته وقال لي انت بقيت مغرور. قلت له لا، هو قال نفس التهمه دي. قلت له لا، هو الحب ده مش في القلب. قال لي اه. قلت له اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لربنا القلب ده مش ملكي، فبالتالي انا مش هطلب المستحيل. الحب ده هم مش حابيني او فلان ده مش حاببني، لكن اقل حاجه الاحترام، فانا بحترم الناس فعايزها تحترمني. حلقه اسرار لسه مكمله على النهار مع اميره بدر اللي هتكشف كل اسرار مجدي الجلاد في حلقه بكره. الاستاذ مجدي الجلاد خنت كم مره واتخنت كم مره؟